السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. النهار إن شاء الله بغيت نشارككم واحد المفاجأة اللي طرات لي في هذا الصباح، وبغيت يعني نشارككم الفرحة ديالي. نط في الصباح كما كتشوفوا أنا باقي عاد الشمس، عاد الضو شاعل، أنا عاد غادي نطفي الضو والشميشة راه كاينة. المهم كنأكل الأرانب ديالي، كنعطيهم الماكلة هانتوما كما كتشوفوا. إلا كنشوف واحد يعني في البحث الثاني اللي راني داير كما كتشوفوا معايا، انتم الى لاحظتوا كاين الدم، انتم راه كاين الدم تما، انتم راني كاين الدم، يعني في بلاصه الفضلات لقيت كاين الدم. تفاجأت لان يعني عندي شي يعني يعني شي انثى راها حامله، ماشي غير وحده، عندي شي يعني ثلاثه ولا حاملين، ولكن كلهم باقي يعني العمر ديالهم ديال باش يولدوا باقي ما جاش. يعني كلهم مثلا كاينه 25 26 26 يوم. الا كنت تفاجئ باللي كاين الدم، تخلعت في الحقيقه، تخلعت في الاول، قلت باللي راه تقدر تكون شي حاجه الله يسر، شي وحده جا شي ايموراجي ولا شي حاجه. المهم بقيت كنتاكد، ومنين مشيت نشوف الشانشيلا الحمد لله، لانها اول مره عملت لي مفاجاه ولدت على 29 يوم. انا راني حاسب لها مزيان، والمفاجاه الكبيره انها اول مره غادي تولد، يعني اول مره غادي تلقح، والحمد لله خليتها يعني ارتاحت مزيان، عطيتها الماكله يعني تهليت فيها مزيان، وانتم غادي تشوفوا كيفاش حتى ولدت. اذا كما كتشوفوا معايا راني كنت مغطيها هنايا، انا راني ضارب الحساب بلي راه ممكن غادي تولد في هاد الايام، ولكن كنت مغطيها بواحد الكاشه. انتم كما كتشوفوا انا غادي نحيد عليها الكاشه، انتما ها هو السلك. غير القضيه ديال الناس اللي كيتسائلوا، كيقول لك شوفوا تبارك الله، بعدا شوفوا شحال راها مغطياهم. شوف دابا راني جيت نشوف، راه دابا كتحذرني باللي ما نقربلهاش الصغار ديالها. انتم هانتوما راه ناتفه تبارك الله مزيان، انتم هم مغطياهم، انتم راهم كيتحركوا، راهم كاين واحد التحرك، انتم كما كتشوفوا تبارك الله. هي اول ولده ليها، ما غاديش تكون والده بزاف، انتم غادي تكون ولدت تقريبا شي، انا باقي ما شفتش، ولكن تقدر تكون شي خمسة ولا أربعة، لان اول ولده ليها ما كتكونش تولد بزاف. انتم كما كتشوفوا، شوفوا النتيف اللي راه نفسهم، انتم هادي النهار الاول، شوفوا هنا ما خلات لا دم لا والو تبارك الله. هادي انثى يعني منظمه راسها، انتم وجمعهم كلهم لواحد الجهه، انتم مخليهمش مبعثرين، وحتى الطريقه باش مستشفى داكشي يعني كدل على انها راها انثى منظمه. انتم ها هي دابا راها خارجه لهي، ولكن هاد البيت الولاده هنا كنا متاكدين انها مشيت حتى دارت يديها هكا، راه غادي طير عليا 100%، انها كتكون كتخاف على الصغار ديالها في الاخر. اذا غادي ندير واحد، انتم شفتوا راها كتخاف على الصغار ديالها، انا غادي نحاول نغطيها هاد الجهه باش ما تادينيش. انتم ها بهذه الطريقه شفتوا كيفاش كتضرب الاخر. انتم غادي نحاول نشد لكم باش تشوفوا، انتم تبارك الله، انتم تبارك الله تبارك الله. دعيو معايا ان الخلفه تصدق، راه والده البابيون والده الشانشيلا، يعني خدات من عند البابيون، لان تزوجت مع بابيون. هادو بابيون، هذا بابيون، هذا يكون نيوزيلندي، ولا يقدر يكون شي شانشيلا، باقي اللون ديالو ما تبدلش. وهادو كحل، يعني هادو كانوا شانشيلات كحلات، حلي والده غير بابيون واحد اللي داير بواه، والده جوج ديال الشانشيلا كحله، وجوج يمكن من اللون ديالها، يعني هادو مازال عادي يولدوا في اللون ديالها. لاحظوا انني ما كنحاولش نقيسهم بيدي، صافي كنشوفهم غير واش كيتحركوا واش كيتنفسوا. ها هما راهم كيتنفسوا تبارك الله، يعني راهم احياء كاملين، صافي راهم كيتحركوا. نحاول ما نشدهمش وما نقيسهمش بيدي بزاف، لان يعني شوفوا هي راها محتاره، راها كتطلع ليا. انتم هذه الطريقه، حاولوا انكم
هذا الشيء ما تبعثروش بزاف، خليوها بالطريقه باش دارت هي الاستفاده ديالها، خليوها ردوا داكشي كيف ما كان، حاولوا ما تبقاش تخربوا فيهم بزاف باش ما ديروش فيهم الريحه ديال يديكم. انتم تبارك الله صلى الله عليه النبي، ادعوا معايا انها الخلفه تصدق، لان اول مره غادي تولد راها مزيانه، يعني ما سالش منها الدم بزاف، يعني ام حنون هذه انا كنسميها ام حنون. علاش؟ انها كتكون منظمه، ما كتكونش ولدتهم على السلك، كتكون ولدتهم عندها في الولاده. في الاونه هذه كنحاول انني نعطيها لقامه، راني شتو راني عاطيها لقامه الا كتبان لكم، هذيك راه كلات منها، انا شفتها في الصباح عطيتها لقامه، درت لها واحد معلقه ديال العسل في الماء، عسل عادي، وان شاء الله غادي نعطيها حتى السيكاليم ديال الحليب. نحاول قلبت على التفاف ما لقيتوش، غادي نحاول نعطيها غير السيكاليم ديال الحليب. وراني كتلاحظوا انني كنهضر بشويه باش ما نزعجهاش، ان الا مشي تزعجتها شوفوا راه كتنفس، راه كتنفس بواحد الطريقه راه مخلوعه، راه خايفه على الصغار ديالها، ان حتى هما ماشي غير تكون حيوانات ندير فيهم ما بغيت، لا، حيوانات راهم حتى هما عندهم مشاعر ديالهم، كيخافوا على الصغار ديالهم. دابا هي راه كتنفس بزاف، لاحظوا ان هذيك النتوه شوفوا كيفاش التنفس ديالها، او التنفس عادي، شوفوا هي كيفاش كتنفس هنا، راه كتنفس بواحد الطريقه يعني راه وصلها الخوف. انا دابا كنحاول نهضر بشويه، انتم كما كتشوفوا تبارك الله راهم كيتحركوا تحت الشعر ديالها هي. انا حال عليهم شويه الشميشه باش توصلهم الشميشه باش يدفاو. حاولوا في الفتره ما تبقاوش ديروا الازعاج عليها بزاف، يعني ما تهضروش بالجهد، ما تقرقبوش في الكاج، ما ديروش شي تصرفات اللي على غفله. ولاحظوا انني داير ميكا هكا، واخا سميتو من الفوق ديال الكاشه، عاوتاني من التحت ديال الميكا باش هما ما يبردوش. انا دايره غير شبيكه مديوره، يعني الكاج هو مخدوم هكا، دايرين له شبكه ديال بحال الشكل ديال المعن متقبه، باش هما يعني هذيك معتبره في هذا الكاج هي بيت الولاده. ولكن واخا هكاك حاولوا انكم تغطيوهم في البدايه ديال الايام الاولى، حاولوا انكم تغطيوهم. اذا هذه المفاجاه الحمد لله اللي دات علي هذا شانشيلا، اول مره راه كبرت عندي مسكينه، زوجتها على 5 شهور بالضبط، يعني قبلت انها تزوج، يعني ما عذبتنيش في الحقيقه، ما عذبتنيش غير دابا راني كنشوف انها شوف كتخبش في البلاستيكه اللي راني داير باش باغا تدخل دابا، راه خايفه على الصغار ديالها. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم، دعيو معنا في هذا الفيديو هذا باش هذا الشيء يصدق لي ان شاء الله، وندير لكم به فيديوهات ان شاء الله باش تستافدوا ان شاء الله من هذا الخلفه. اذا كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي، وما تنساش دعمونا بزر جام. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.